الأشياء التي ستندم عليها وأنت تفارق هذه الحياة وأنت تلفظ آخر أنفاسك هي مقياس حمقك وحكمتك. الحكيم حقا، الحكيم الكامل سيقول كما قال معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه وهو يجود بنفسه في الطاعون: لا أفلح اليوم من ندم. ما في ندم، قال الحمد لله. لا أفلح اليوم من ندم، شيء مبكي، قال أنا لا أندم بفضل الله، لست نادما على شيء. قضى حياته كلها في علم وعمل وصلاح وإصلاح وصدق وطهارة ظاهرية وباطنية، صدق مع الله ومع النفس ومع الناس. قال لا أفلح اليوم من ندم، هذا هو، غير نادم حتى على ترك الدنيا وما فيها ومن فيها. لكن من الذي يموت وهو لا يندم؟